عايزين نعمل رز اهو. والله ما انا مزعلك، تعالي يلا ناخد شويه زيت. حاضر. نعمل. حاضر يا حبيبتي، شويه كده زيت صغيرين. اللي عنده بقى معلقه سمنه بلدي ممكن يعمل ايه، يحط معلقه سمنه بلدي صغنونه كده حلوه، او معلقه زبده للي عايز. طبعا هي الشعريه بالزيت تحب قوي معلقه سمنه او معلقه زبده عشان تدينا الطعم الحلو احنا بناكل الرز. لكن الناس اللي حبايبي مش حابين حاجه تقيله، خلاص حضراتكم نقطه زيت وخلاص، ممكن نستغنى عنها. يعني نعمل الميه الاول ونحط نقطه الزيت دي، حاجه لا تذكر مع الرز، هيبقى رائع برده. بسم الله. هاخد كده مكعبين من الزبده وهننزل الشعريه ونحمرها كده تحميره حلوه. ينفع مع الشعريه هنا فصين مستكه حلوين كده، وينفع من غير زي ما تحبوا اهو. احنا هنبدا نرجع بقى نعمل حاجاتنا في البيت. يعني اللي عنده لبن يا جماعه بخيره، او مكان بيديله لبن بخيره. انا والله لو جنبي حد بيعمل كده وبيديني لبن كده على طول، يعني محلوب طازه صرف، انا اعمل الزبده والقشطه واعمل كل حاجه في البيت. افتكر زمان مامتي الله يرحمها كانت في الغساله بتاعه البيبي كانت تجيب الكميه دي، كنا بنجيبه من مكان معين فيه عنده ابقار وعنده جاموس وكده، وكنا نحطه وتعملها وتخضها وتعملها لنا، كانت بتبقى رائعه. وكنا بنحوش كمان وش اللبن نحطه في علب كده في الفريزر لحد ما نيجي نسيح الزبده ونروح حاطين القشطه معاها. بصوا بقى هنقلب تقليبه حلوه لحد ما تدينا الدرجه الذهبي الحلوه. ودايما ما نتخدعش في الشعريه. ليه بقى؟ لان هي بتديني درجه كده فاتحه، اقول ايه هي محتاجه تاني، اروح محمراها توصل للدرجه اللي انا عايزاها، بس هي بتغمق زياده لما بتستوي. فدايما نخلي بالنا، زي بالظبط البصل المقرمش، زي العيش المقرمش، فنلاقي ايه الدرجه الذهبي الحلوه بدات تطفي سنه ويدخل في ايه في درجه غامقه. انا عاده ما بحبوش غامق قوي الشعريه، ما بحبهاش غامقه، احبها لونها ذهبي فاتح. و للناس اللي بتحب الشعريه بصوا بقى، وعندي الرز. طالما الرز نوعه حلو، في انواع كتير والله الرز للي بيلاقوا. طبعا انا عارفه ان الرز كان من فتره فيه شويه حاجات، بس طبعا انواع الرز دلوقتي بقت كويسه، نقدر نستغل ايه اي صنف موجود. ولو حضرتك ما انتش واثقه بانه يبقى نوع حلو ما تغسليهوش، طالما هو نوع بلدي ونظيف بصي ما فيهوش اي حاجه، يبقى احنا هنستغل الايه الصنف الحلو ده ونحطه ايه من غير ما نبله ولا نغسله، عشان ما نخلوش بيطلع نسبه نشا عاليه قوي ويعجن معايا. على حسب بقى النوع، لان دلوقتي ما بقاش كل الانواع اللي احنا اتعودنا عليها، في انواع تانية، فبنجرب اهو. هقلب بقى تقليبه حلوه كده. هنعمل النهارده كمان صنف لطيف سهل وبسيط وسريع، وهنقول لكم قصته طريفه جدا الحقيقه، يعني من القصص الطريفه قوي. بصوا كده، ايوه هنزل بقى الرز، هقلب تقليبه حلوه الاول، هسخن الميه، كاتل عندي ميه سخنه، عندي الملح الاول. بسم الله. وهنقلب اهو، حطينا الملح وهنقلب الاول على الجاف، بنساعد يعني الرزايه تتغلف كده وتطلع معايا مفلفله وحلوه. حاضر، هسقي الرز. انا عندي ميه سخنه بتغلي، لو في عند حضراتكم مرق مفيش مشكله، اللي يريحكم يعني، بس هو بالميه هيطلع طعمه جميل. بسم الله. كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه ميه بتغلي او مرق بيغلي. اهو هديت النار بس، خلاص نقلب بقى تقليبه حلوه. بسم الله. اهو طبعا لازم اهدي النار دلوقتي واسيبه يتشرب، لان كده النار عاليه. انا عملته على 4، هنقفل بقى ونسيبه ايه على الهادي اهو، بس نسيبه بقى يهدى كده ويشوف.